بسم الله الرحمن الرحيم. 124,000، 124,000، هذا عدد أنبياء الله سبحانه وتعالى. هل تعرف عيدا تعيد به كل هؤلاء الأنبياء؟ نعم، يوجد عيد موحد تعيد به جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهذا العيد هو عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. في الحديث الشريف: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته. لعل الكلمة في الرواية الشريفة عرف بالتشديد، يعني هو النبي كان يتعيد وكان يعرف الناس بحرمة واحترام من قبل الله سبحانه وتعالى لهذا العيد. عيد الغدير ليس عيدا فارغا عن المفاهيم العالية العظيمة، وإلا لما تعيد فيه كل أنبياء الله وهم سادة خلق الله في عصورهم، وتعيد به سيد أنبياء الله أشرف خلق الله رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. بل كان يوم الغدير أعظم فرحة له وأعظم عيد له في حياته. عيد الغدير ليس عيدا فارغا من المفاهيم العالية، عيد الغدير عيد التدين، عيد الإنسانية، عيد المحبة. لاحظوا من جملة الأمور التي تستحب في يوم الغدير، التي تكشف جوانب من عظمة هذا العيد، تكشف أن عيد الغدير عيد التدين، عيد الغدير عيد الإنسانية، عيد الغدير عيد المحبة. وما أحوجنا إلى مثل هذا العيد في فقدان العالم للإنسانية، في فقدان العالم للمحبة، في فقدان العالم للتدين بما أمر الله سبحانه وتعالى به. مثلا لاحظوا هذه النماذج. من جملة المستحبات في يوم الغدير أنك إذا لقيت أخاك المؤمن تبتسم في وجهه وتقول: كلما رأيت أخا مؤمنا لك، تقول هذه العبارة، يستحب ذلك في يوم الغدير. ماذا تقول؟ تقول: الحمد لله. يعني كلما رأيت أخا مؤمنا تحمد الله سبحانه وتعالى، تقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام. من جملة الأمور التي ورد التأكيد عليها في يوم الغدير صلة المؤمنين، صلة إخوانك، صلة الناس الطيبين، تصلهم بأي طريقة، هذه التي تجعل العلاقة بين المؤمنين، بين أفراد المجتمع الإيماني، علاقة وطيدة. من جملة ما ورد في يوم الغدير
في الروايات الشريفة أن يوم الغدير يوم الاجتناب والابتعاد عن الذنوب وعن الكبائر أساسا من أسماء يوم الغدير، كما ورد في الحديث الشريف: يوم ترك الكبائر والذنوب ويوم العبادة. ونماذج ونماذج يوم الغدير، يوم التدين والإنسانية والمحبة، كما ورد في حديث شريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنه ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة الإخوان. إنه ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة الإخوان. الإنسان في يوم الغدير يقوي هذه الجوانب التي هي جوانب مهمة في عظمة يوم الغدير: يوم التدين والإنسانية والمحبة، وفي يوم الغدير يوثق ويركز ويقوي محبة سادة خلق الله في قلبه. فمن أسماء يوم الغدير: يوم الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لكم حلول عيد الله الأكبر الأعظم الأفضل، عيد الغدير الأغر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام.